صباح الخير، أود أولاً أن أشرب على صحتكم جميعاً. ففي الخمر الحقيقة. عنوان مداخلتي لهذا الصباح والآتي: إلى إخوتي الجزائريين، لا يلسع المؤمن من جحر أفعى مرتين. عندما استقلت الجزائر عام 1962، كان والدي الفلاح الفلسطيني البسيط في زيارة لي في المدرسة الإكليريكية اللاتينية في بيت جالة، حيث كنت أدرس لكي أصبح رجل دين مسيحي، وكان عمري 13 سنة. كانت المدرسة الإكليريكية في ذاك الوقت تحت إدارة رجال دين أكثرهم من فرنسا. قال لي والدي الفلاح الفلسطيني البسيط الذي لم يخرج من فلسطين يوما واحدا ولا يعرف أين تقع الجزائر على الخارطة، قال لي: يا ابني، خبر رؤسائك رجال الدين الفرنسيين بأننا انتصرنا عليهم. إذا قال لي: يا ابني، خبر رؤسائك رجال الدين الفرنسيين بأننا انتصرنا عليهم. لقد كان فخورا باستقلال الجزائر وكأنه جزائري. لقد بقيت كلمة والدي الفلاح الفلسطيني البسيط في ذاكرتي، وكلما ألتقي بجزائري أتذكرها وأشعر بالمحبة نحوه. فرغم المسافات والاختلاف في الدين، أحس بأني مرتبط معه برباط مقدس أسس له المرحوم والدي طيب الله ثراه. وطبيعيا عشت ما يسميه الجزائريون بالعشرية السوداء بحزن كبير. كانت الجزائر لا تغيب يوما واحدا عن مخيلتي. أتابع أخبارها ويدي على قلبي والدمع في عيني. كيف تحولت الجزائر الأبية التي افتخر والدي الفلاح الفلسطيني البسيط باستقلالها إلى جحيم حصد الأخضر واليابس؟ ولمن لا يعرف ما هي العشرية السوداء، أذكر بأنها فترة مأساوية دامت 10 سنين، بداية من عام 1992 إلى عام 2002، وقد مارست فيها الجماعات الإسلامية والسلطة أبشع أنواع العنف نحو المدنيين، وكان الذبح الطريقة الشائعة في ذاك الصراع. وكانت هذه المذابح التي استهدفت سكان القرى لا تميز بين ذكر أو أنثى، أو بين طفل رضيع أو شيخ طاعن في السن، وكانت طرق القتل في غاية الوحشية. كانت أصابع الاتهام موجهة إلى الجماعات الإسلامية المسلحة التي اعترفت بنفسها عن مسؤوليتها عن بعضها. وكان التكفير هو المبرر الذي استعملته الجماعة، فكل جزائري لا يقاتل الحكومة كان في نظرهم كافراً. وكان المبرر الآخر هو انضمام بعض ساكني تلك القرى إلى الميليشيات الموالية للحكومة. من جهة أخرى، كانت هناك تقارير من منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان مفادها أن تلك المذابح وقعت على يد مئات من الأمطار من مقرات الجيش الجزائري، والذي حسب التقارير لم يفعل شيئا لإيقاف المذابح.
وكانت هناك إشاعات أن الجيش نفسه قام بعدد من هذه المذابح، وتقدر الخسائر في الأرواح بين 60,000 و150,000 قتيل، ناهيك عن الذين اختفوا ورحلوا من مناطقهم وهاجروا إلى فرنسا بسبب الرعب. وتقدر الخسائر المادية بقرابة 20 مليار دولار. هذه هي العشرية السوداء في الجزائر الأبية. وقد زرت الجزائر بعد انتهاء العشرية السوداء، وكنت أتنقل في أحياء العاصمة حزينا على ما جرى لهذا البلد الأبي. عشت زمن ثورات الربيع العربي، وهي حركات احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت في بعض البلدان العربية خلال أواخر عام 2010 ومطلع 2011، متأثرة بالثورة التونسية التي اندلعت جراء إحراق محمد البوعزيزي نفسه، ونجحت في الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان من أسبابها الأساسية انتشار الفساد والركود الاقتصادي وسوء الأحوال المعيشية، إضافة إلى التضييق السياسي والأمني وعدم نزاهة الانتخابات في معظم البلاد العربية. وقد كنت في بداية هذه الثورات في زيارة لألمانيا لحضور مؤتمر، والتقيت بصديق تونسي، وكان الجميع يقدمون له التهاني على ما أنجزه الشعب التونسي. وفي نفس الوقت كان بدء الحراك في بلاد عربية أخرى، وكان الأمل مخيما على الجميع في مستقبل مشرق لمنطقتنا. وأذكر فيما أذكر حديث مع معارض سوري عجوز قضى بعض الوقت في السجون السورية، وسألته هل يعتقد بأن ما حدث في تونس يمكن أن يتحقق في سوريا؟ فأجاب مستحيل ذلك، النظام في سوريا لن يتورع في إبادة نصف شعبه بدلا من أن يتخلى عن السلطة لصالح الإسلاميين. ففي سوريا الأسرة الحاكمة تنتمي للطائفة العلوية التي تقدر بقرابة 2 مليون شخص، وتخلي الأسرة الحاكمة عن السلطة يعني إبادة العلويين ومن يؤيدهم عن بكرة أبيهم. وقد دار يوما حديث بيني وبين السورية مسلمة معارضة والسوري معارض مسيحي في فرنسا، كانوا يشاركون في مظاهرات في باريس ضد النظام السوري، وقد نبهتهما في حينه بأن السورية على كف عفريت، وما جرى يبين صدق رؤية المعارض السوري العجوز. سريعاً تحولت ثورات الربيع العربي إلى ثورات الجحيم العربي، وفقدت كما فقد الأكثرية الأمل في تلك الثورات التي كنت في بدايتها من مؤيديها. فقد ركبت الحركات الإسلامية الموجة وحدث ما حدث، ولا حاجة للتذكير فيما جرى في مصر واستحواذ الإخوان المسلمين على السلطة، مهددين بأنهم إن لم يستلموا السلطة فسوف تجري أنهار دماء في شوارع القاهرة. والآن عودة لما يحدث في الجزائر. سألتني صديقة جزائرية ما رأيك فيما يحدث في الجزائر؟ وكان جوابي أنا ضد ثورات الشوارع، فكلها أدت إلى طريق مسدود، وأنا مع ثورات العقل، فكل ثورات الشوارع أدت إلى ركوب الإسلاميين للموجة
وتدمير البلاد. ألا تكفي العشرية السوداء؟ قيم رئيس وحط رئيس، إذا الشعب ما بتغير التيس بضل تيس. نريد تغيير الرؤوس وليس تغيير الرئيس. وكتبت صديقة أخرى تقول: الشعب الجزائري هو أدرى بأموره ويقرر مصيره، وهو وحده من يعيش المحنة وليس غيره. إذن بتقول الشعب الجزائري هو أدرى بأموره ويقرر مصيره، وهو وحده من يعيش المحنة وليس غيره. وكان ردي طبعا: كل شعب يقرر مصيره، ومن واجب أحباء الشعب الجزائري أن يبدوا رأيهم من باب المحبة، وفقط من باب المحبة. العشرية السوداء في الجزائر وما حل في بلاد أخرى بسبب ثورات الشوارع لا يمكن أن يترك أحباء الجزائر دون خوف، من باب المحبة وفقط من باب المحبة. كل أملي أن يصل أحباؤنا الجزائريون إلى بر الأمان دون سفك دماء، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. سيقولون لك بأن حراك الشوارع في الجزائر هو حراك سلمي، ولكن يجب التذكير بأنه لم يحدث في التاريخ أن حراكا سلميا استمر سلميا، فهو يبدأ بالتسخين وينتهي بالذبح والتدمير، ولا يلسع المؤمن من حجر أفعى مرتين. إذن لم يحدث في التاريخ أن حراقا سلبيا استمر سلميا، فهو يبدأ بالتسخين وينتهي بالذبح والتدمير، ولا يلسع المؤمن من حجر أفعى مرتين. سيقول البعض لك: ألست مع الديمقراطية؟ إن اختار الشعب الإخوان المسلمين، فلماذا أنت ترفض قرار الشعب؟ والجواب بسيط جدا: الديمقراطية لا معنى لها إن لا يصاحبها مبدأ المساواة بين الناس. الديمقراطية لا معنى لها إن لا يصاحبها مبدأ المساواة بين الناس. تقول المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهذا المبدأ ترفضه جميع الأديان. الحكومات المبنية على أغلبية دينية هي حكومات نازية، لأنها لا تعترف بمبدأ المساواة، فهي تفرق بين المؤمن وغير المؤمن. لذا يجب فصل الدين عن الدولة ومنع الأحزاب الدينية، فالديمقراطية لتلك الأحزاب هي وسيلة للوصول للسلطة دون الالتزام بمبدأ المساواة الذي لا يمكن لها أن تعترف به. كل دولة دينية هي دولة نازية، إن كانت إسلامية أو يهودية أو مسيحية أو بوذية. ودساتير الدول الإسلامية تضع في بدايتها الإسلام دين الدولة، وإسرائيل تعتبر نفسها دولة يهودية، لذا هدمت 81% من قرى فلسطين وشردت أهلها. فما الفرق إذن بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية؟ كل منهما دولة نازية لأنها دولة دينية. أكرر
الديمقراطية لا معنى لها إن لا يصاحبها مبدأ المساواة بين الناس. تقول المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهذا المبدأ ترفضه جميع الأديان، والحكومات المبنية على أغلبية دينية هي حكومات نازية، لأنها لا تعترف بمبدأ المساواة، فهي تفرق بين المؤمن وغير المؤمن. لذا يجب فصل الدين عن الدولة ومنع الأحزاب الدينية، فالديمقراطية لتلك الأحزاب هي وسيلة للوصول للسلطة دون الالتزام بمبدأ المساواة الذي لا يمكن لها أن تعترف به. هنا تنتهي مداخلتي لهذا الصباح، وأشرب مجددا على صحتكم، ففي الخمر الحقيقة، وأتمنى للشعب الجزائري السلامة والوصول إلى بر الأمان، وأتمنى لكم جميعا نهارا سعيدا، مع السلامة.